السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الاقامات اللي يمكن لكم تدوزوا فيهم نهايه الاسبوع، لتدوزوا فيهم عطله، يعني واحد المكان اللي هو زوين. غادي تشوفوا معايا كيفاش الاجواء دايره تما. هنا بالنسبه لهذه الطريق، حنا دابا هذه البصره كتواجد في المحمديه في المنصوريه بالضبط. دابا حنايا شادين الطريق، غادي نمشي ونشارك معكم الطريق ونشارك معكم الإقامة، تشوفوها من الداخل وتشوفوا واحد البصرة اللي هي نقية ويعني ومحروسة. مشيو للعائلات، بلاصة اللي هي محترمة. بالنسبة لهاد الإقامة سميتها ماجيك هاوس، وهذا هو الموقع ديالها. غديروا غير في جوجل ماجيك هاوس، راه غادي يعطيكم لوكاليزاسيون كيفين كاينين بالضبط. هنا الطريق يمكن لكم تمشيو مع لوطوروت، يمكن احنا كما مشينا مع الطريق العاديه احنا دخلنا هنا للمحمديه. صافي، وغادي نشارك معكم الطريق هذه اللي دخلتو من المحمديه. راه صافي كتمشيو في الطريق على الطريق ديال البحر، كدوزو على شاطئ صابلات. صافي، من تما غادي تفوتوا هذاك الشاطئ غير بواحد شويه، صافي وغادي تلقاو هاد الاقامه هذه. المهم هما هادو البلاصه، غير هي من احنا غادي ندورو للجهه الاخرى. هي راه عندها بزاف ديال البيبان، كل باب كيدي لابارتمون اللي غادي ليها، وراه فيها بزاف ديال البيسينات. كل بلاصه فيها يعني هاد الباب هذا راه فيه هنايا هاد لابارتمون كاين بيسين كبير، كتمشيو عاوتاني للباب الاخر وكاين بيسينات اخرين، وكاين بزاف ديال الدور بزاف ديال البيسينات، وكل شيء مراقب جدا. كاينين لي متر ناجور غاديين يعني معكم الدراري، والطوموبيل بطبيعه الحال راكم كتدخلوها، راه كاين باركينغ لداخل. بالنسبه لثمن الكراء فكيكريوهم على حسب الشهر وعلى حسب الفصل، يعني كتوصل 900 درهم حتى 1000 درهم. ف
في هاد الاوقات هادو راه كتوصل حتى ل1000 درهم الليله الواحده. صراحة عجبتني هاد البلاصة، داكشي علاش شاركتها معكم، وخصوصا اللي عنده الدراري الصغار، يعني كتعرفوا الدراري مع هاد الوقت شحال كيعجبهم لابيسين وكيعجبهم الماء. وبالنسبة للآباء راه يمكن ليهم حتى هما يعوموا معاهم ولا يجلسوا مرتاحين بحال هكا كيقابلوهم. المهم كتمشيو لهنايا بحال اللي غاديين لداركم، خاصكم ديو التقضيه ديالكم كلشي داكشي اللي باغيين كنتو ناويين تجلسوا زعما وتاكلوا في الدار، راه هادشي خاصكم ديو معاكم. راه هما ما كاينش الماكله كتباعنا وما كيوجد لكم حتى واحد، يعني خاصكم توجدوا ماكلتكم بوحدكم سواء الفطور ولا الغداء ولا العشاء ولا اي حاجه بغيتو، ما عدا الا كنتو بغيتو تخرجوا تاكلوا في الزنقه. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وكيف ما العاده ما تنساوش اللايك فضلا وليس امرا، وشكرا على المشاهده. الى اللقاء، فيديو قادم ان شاء الله.